مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة نسبياً إلى غائمة جزئياً، وهطلت زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، كانت رعدية أحياناً مع ساعات الصباح والنهار، وبلغت العظمى في عمان 14 درجة مئوية. هاي الليلة تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات أمطار ليلاً، خاصة في مناطق البادية، ويتشكل الضباب في البادية الشرقية وبعض مناطق السهول. بتوصل درجة الحرارة 9 درجات، أما الرطوبة 93 والرياح جنوبية. غداً ويوم الاثنين أجواء مستقرة إلى مائلة للبرودة نهاراً وباردة ليلاً في جميع مناطق المملكة. توصل درجة الحرارة بنهار ل 16 وبتنخفض بالليل ل 9 درجات. يوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات العصر والمساء والليل، وتجدد فرص الأمطار الرعدية في مناطق البادية قد تمتد لأجزاء من شمال ووسط المملكة. وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 15 وبالليل 10 درجات. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. إربد 9 وغدا 19، عجلون 9 وغدا 17، جرش أجواء غالبا صافي 11 وغدا 18 درجة. في المفرق 9 وغدا 17، الزرقاء احتمال تساقط أمطار 9 وغدا 19 درجة مئوية. في السلط بتسجل 10 وغدا 16، مادبة 8 وغدا 17، مطار ملك علياء احتمال تساقط أمطار 8 وغدا 18 درجة مئوية. في البحر الميت 14 وغدا 23، الطفيلة أجواء غالبا صافية 7 وغدا 13، الكرك 6 وغدا 14 درجة. في معان 6 وغدا 14، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 13 وغدا 23، نهاية برويشد 8 وغدا 17. وبالانتقال لملخص الحالة الجوية، رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة، وطقس مستقر وبارد نسبيا، وتشكل الضباب صباحا. ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.